صح في الحديث الدين النصيحة، فكلما كانت نصيحتك أرقى وأجمل كان هذا دليل على جمال تدينك. احذر أن توبخ شخصاً أو أن تعيره بحجة تقديم النصيحة له. قيل لأحد السلف: هل تحب أن يذكر لك أحد عيوبك؟ قال: إن كان يريد أن يوبخني فلا أحب. إياك أن تقدم النصيحة لشخص أمام الناس. قديماً قالوا: من وعظك بينك وبينه فقد نصحك، ومن وعظك أمام الناس فقد وبخك وفضحك. من تنصحه لن يكون أعظم شراً من فرعون. ومع ذلك لما أرسل الله موسى وهارون إلى فرعون قال لهما: فأتياه فقولا له قولاً لينا. فعليك باللين. يقول بعض الناس: أنا أقول ما عندي من الحق بأي أسلوب، رضي من رضي وسخط من سخط، وهذا خطأ. الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك. تقبل النصيحة برحابة صدر خلق لا يفعله إلا الكرام، مما يروى عن عمر رضي الله عنه أنه قال: لا خير في قوم ليسوا بناصحين، ولا خير في قوم لا يحبون الناصحين. البعض قد يوبخ أخاه، بل قد يهجره، لأن أخاه قد قدم له نصيحة، وهذا حاله كحال الذي يكسر المنبه بسبب أن المنبه قد أيقظه من غفلته. قد ينصحك أحدهم ويقول: أنا أريد مصلحتك، فينصحك بما فيه مضرة لدنياك وآخرتك، فاحذر يا طيب. قال الله سبحانه وتعالى عن إبليس لما خاطب آدم وحواء: وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. ليس كل شخص يصلح لأن تطلب منه النصيحة، فلربما نصحك أحدهم فأفسد عليك دنياك وآخرتك. فإذا أردت نصيحة فاطلبها من صاحب دين وخبرة.